أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الشقق اللي مطلوبة للبيع في هذا الفيديو غادي نعطيكم فكرة على الشقق الأكثر مبيعا أو اللي مطلوبة أكثر، ولكن قبل ما نشوفوا هذا البرطمات لازم نجاوبوا دوك الناس اللي تيبحثوا على الكرة بحيل ازدهار أو بالشرف، أو حتى دوك الناس اللي تيقلبوا على ديور درهم، فعرض البرطمات اللي كتقلبوا عليهم قليل بزاف، فاللي عنده إمكانية يشري دار ويجعلها استثمار لكيرا في مراكش كاين طلب كتير على الكرة، واللي عنده شي بارتما بغى يكريها يمكن له يتواصل معنا، أو لا بغى يرهنها يمكن له يتواصل معنا، فعندنا طلب كتير. أما بالنسبة للشقق المطلوبة بكثرة خاصة في مراكش والمغرب عامة، فكاين البرطمات الاقتصادية في الفضل والشرف الجوزية أو باب مراكش وغيرها من أحياء الأخرى. الأسبوع المقبل بحول الله غادي نعرضوا لكم برطمة جديدة منهم في حدود 25 مليون حتى 30 مليون للبيع، وعندنا وحدة كنا عرضناها من قبل ديال 34 مليون في حي الفضل، وكاينه وحده في صاله واصلاح ممتاز ب 48 مليون. هادو كلهم غتلقاوهم في صندوق الوصف. اما النوع الاخر هما الشقق المتوسطه المساحه اللي كتكون فيها الفينيسيون زوينه، الثمن ديالهم تيتراوح ما بين 55 حتى 65 مليون. غادي نخلي لكم الفيديوهات ديالهم في صندوق الوصف. اما لاصحاب الامكانيات اللي تيبغيو شقق من طراز رفيع هوت ستاندينغ بمساحات مختلفة، فالثمن ديالهم في حدود 11000 درهم حتى 11000 درهم و500. المساحات بطبيعة الحال مختلفة. اللي بغى يشوف أمثلة عن هاد الشقق يدخل صندوق الوصف، غادي تلقاو فيه كل شيء. ولمزيد من المعلومات اتصلوا بالسي عبد الله في 0671-0888-45 06-71-08-38-45. فإن شاء الله في الأيام المقبلة بحول الله سيكون لدينا مزيد من العقارات، مزيد من الشقق سواء للبيع أو للكراء. هذا ما نتمناه. وفقنا الله وإياكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.